خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة البحيرة، وبعد عودة اللجان مرة أخرى بعد الاستراحة نذهب مع الزميل سالم أحمد من محافظة البحيرة ولقاء مع رئيس أحدى اللجان العامة داخل محافظة البحيرة، نستطلع منه كيف بدأت الأمور بعد العودة من الاستراحة. تحياتي ليك مجددا زميلي أسامة، وتحياتي للسادة المشاهدين مشاهدين تين تي في في كل مكان. معي ومعكم على الهواء مباشرة معالي المستشار محمود مبارك رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة. معالي المحافظ تحياتي ليك. أهلا وسهلا، شرفت محافظة البحيرة. معالي المحافظ في البداية، معالي المستشار في البداية، يعني صف لنا كيف تتم الإجراءات الاحترازية هنا داخل محافظة البحيرة. هو بداية الدائرة الأولى في محافظة البحيرة فيها حوالي 193 لجنة فرعية انتخابية، واللجان انتظمت من الساعة 9 صباحا لغاية حتى الآن، وخدوا ساعة من 3 ل 4 راحة عشان اللي يصلي واللي عايز ياكل، وحتى الآن لم يتلقى أي شكوى بخصوص العملية الانتخابية. بخصوص الإجراءات الاحترازية، كل لجنة فرعية طبعا اللي هم 193 مزودة بكل الإجراءات الاحترازية من كمامات، ماسك، جوانتيات، كحوليات، وفي موظف كمان مخصوص قدام كل لجنة. الموظف ده شغلته أصلا ما فيش حد يخش يدلي بصوته إلا لما يكون لابس الكمامة علشان العدوى والمنتشر اللي من دول. مع المحافظ لو هنك... مع المستشار مع المستشار عفوا مع المستشار لو هنتكلم بلغه الاعداد، اشرح لنا ايه هي يعني مرشحين محافظه البحيره، عددهم، عدد اللجان الفرعيه، عدد المقار التي يتم فيها هذه الجوله الاولى من انتخابات مجلس النواب 2020. احنا عندنا هنا 9 لجان عامه، يعني 9 لجان بتسع دوائر. فانا بالنسبه لي يعني الدائره الاولى اللي هي مركز مدينه دمنهور فيها 193 لجنه فرعيه. عدد المرشحين في دمنهور يعني مركز مبدر حوالي 43 مرشح. تمام، شكرا جزيلا معالي المستشار. شكرا ليك زميلي اسامه، وعودة اليكم في الاستوديو مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا الزميل سالم احمد، كنت معنا من محافظه البحيره، وبشكر ايضا ضيفك الكريم سياده المستشار محمود مبارك رئيس اللجنه العامه بالدائره الاولى بمحافظه البحيره، بشكرك شكرا جزيلا.